بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامجكم كلام في الميديا. حلقة النهاردة بالتأكيد كواليسها وتفاصيلها مختلفة شوية عن الحلقات السابقة، لأن بالتأكيد النهاردة عندنا مباراة مهمة جدا، مباراة وادي دجلة والأهلي على استاد السلام، مباراة هامة جدا بالنسبة للنادي الأهلي. إن شاء الله المباراة ستقام في حدود الساعة 7:30، وبعد حلقة كلام في الميديا بالتأكيد عندكم استوديو تحليلي خاص جدا بهذه المباراة، كل التفاصيل والكواليس والرؤية الفنية للمحللين الكبار في هذه الحلقة وفي هذا الاستوديو لهذه المباراة. إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله النادي الأهلي يكون قادر على تحقيق الثلاث نقاط ومواصلة الانتصارات، وإن شاء الله يكون الفوز الخامس على التوالي في مباريات الدوري العام. كلام في الميديا النهاردة عندنا تفاصيل وعندنا كلام مهم جدا، وفي قراءة للعديد من الأخبار عبر الصحف والمواقع الإلكترونية وما كتب عن النادي الأهلي خلال الساعات القليلة الماضية، وهل التفاصيل وهل الصحف ما زالت تهتم ببعض الأخبار كما جرت العادة خلال ال 72 ساعة الماضية، أم هناك تطورات أخرى، هناك موضوعات أخرى، هناك قضايا أخرى ظهرت على السطح ومحتاجين نحن نتكلم فيها باستفاضة أكتر من أجل جماهير النادي الأهلي والدور الإعلامي المفترض أن يكون حتى في الإعلام الرياضي بشكل عام التركيز على بعض القضايا الرياضية اللي بتهم بالتأكيد النادي الأهلي أو الأندية المصرية في المشوار الإفريقي خلال الفترة القادمة. كل هذه التفاصيل بالتأكيد النهاردة عنناقشها في حلقة كلام في الميديا النهاردة، في استعدادا لمباراة وادي دجلة وبالنسبة للمرحلة القادمة والاستحقاقات القادمة إن شاء الله اللي هتكون أمام النادي الأهلي سواء في المشوار المحلي أو حتى المشوار الإفريقي. لكن سريعا أبدأ بسرعة بعناوين كلام في الميديا وأهم العناوين الرئيسية لحلقة النهاردة. اليوم الأهلي يبحث عن فوزه الخامس على التوالي أمام دجلة. الأهلي يؤدي مرانه غدا بدون راحة استعدادا لحرس الحدود. مران قوي للغائبين عن مباراة الأهلي ووادي دجلة. شوقي غريب يحذر معاونيه من الحديث عن الثلاثي الكبار في طوكيو 2020. تنسيق بين اتحاد الكرة والجهات الأمنية لزيادة أعداد الجماهير. صحفي بريطاني يطالب بمنح محمد صلاح جائزة نوبل في الفيزياء. عناوين النهارده بالتاكيد بتركز في المقام الاول حول استعدادات النادي الاهلي لمباراه وادي دجله اللي هتقام ان شاء الله بعد حوالي 2:30 من الان. المباراه ان شاء الله اللي هتكون على ملعب السلام وهي مباراه وادي دجله. النهارده النادي الاهلي ضيف على نادي وادي دجله في هذه المباراه من عمر مباريات الدوري العام وتحديدا مباريات الاسبوع السابع في الدوري العام. الجهاز الفني حدد اطار المرحله القادمه. بعد مباراه وادي دجله عندنا مباراه اخرى مع حرس الحدود يوم الاحد القادم في الدوري العام، وهي مباراه ضمن الجوله الثامنه لبطوله الدوري. فبالتالي الجهاز الفني محدد الخريطه ومحدد البرنامج التدريبي من النهارده لغايه اخر الاسبوع ان شاء الله القادم، بحيث ترتيب المباريات، مواعيد التدريبات والكلام ده. طبعا دي الوقت بالتاكيد بيبقى صعب قوي انك تدي راحات ما بين المباريات نتيجه ان خلاص عجله دارت استئناف المشوار المحلي، المباريات في الدوري العام، فبالتالي كل 72 ساعه مباراه. كل 72 ساعه مباراه ده بيتطلب منك كجهاز فني انك تعمل تدريب على طول اليوم التالي بعد المباراه الرسميه اللي هتاخدها النهارده مباراه دجله. فبالتالي الجهاز الفني حدد ان بكره ان شاء الله في تدريب صباحي في ملعب مختار التتش بالجزيره استعدادا لمواجهه حرس الحدود في الجوله القادمه يوم الاحد القادم. عشان تستعد لهذه المواجهه بكره في تدريب صباحي، هيكون في استشفاء، في تدريبات بدنيه، في تجهيز للعناصر الاخرى اللي بالتاكيد مش هتكون موجوده بشكل اساسي او حتى خرجت من قائمه المباراه في ظل ان فايلر اختار 20 لاعب فقط لمباراه وادي دجله. على هامش تدريب النهارده بالنسبه بقى للاعبين المصابين اللي مش موجودين في قائمه فريق النادي الاهلي، علي معلول بيخضع لجلسه علاج طبيعي في تدريبات اليوم في ملعب التتش بالجزيره، وادى معلول تدريبات وفقرات علاج بالجري حول الملعب بعد جلسه الجيم في اطار برنامج تجهيزه للعوده للتدريبات الجماعيه، والكابتن ساير عبد الحفيظ كان اكد ان علي معلول باذن الله هيكون جاهز للمشاركه في التدريبات الجماعيه عقب مباراه وادي دجله، لكن الرؤيه الفنيه والمشاركه في المباراه اكيد هتكون خلال الفتره القادمه لما يكون علي جاهز بنسبه 100% ومرحله شفائه وجاهزيته ان شاء الله بنسبه 100% للمباراه القادمه، لان بالتاكيد محتاجين كل اللعيبه في الفتره الجايه. اكتمال الصفوف شيء مهم جدا. كمان علي لطفي مش موجود في قائمه مباراه النهارده لانه في
بعض الامور الطبيه، وكان في اختبار طبي النهارده لعلي لطفي لتحديد مشاركته في التدريبات الجماعيه خلال الفتره الجايه، ونطمن عن تحسن حالته بالنسبه للمرحله اللي جايه. علي كان عنده اجهاد خفيف في العضله الخلفيه، لذلك مش موجود النهارده في مباراه وادي دجله وفي القايمه، وهيكون الحارس الثالث مصطفى شوبير موجود بصحبه محمد الشناوي وشريف اكرامي في مباراه دجله. طيب محتاجين طبعا نطمن على استعدادات النادي الاهلي والفريق في معسكر مغلق منذ الامس في احدى الفنادق القريبه من استاد السلام لخوض مباراه وادي دجله. زميلي العزيز ومراسل قناه النادي الاهلي كريم احمد متواجد في مقر الاقامه ومصاحب للبعثه وللفريق بالتاكيد منذ الصباح لمتابعه الاستعدادات قبل الذهاب الى الاستاد وخوض مباراه وادي دجله. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك يا زميلي العزيز محمد سعيد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدينا وكل جمهور النادي الاهلي. محتاجين نطمن منك على استعدادات الفريق، ايه الاشياء اللي انت رصدتها النهارده في مقر اقامه الفريق؟ موعد المحاضره الفنيه، هل الجهاز الفني النهارده عمل محاضره بعد الفطار ولا المحاضره الرسميه قبل التحرك الى الاستاد؟ كل الاجواء والكواليس ضعنا في الصوره كده معاك، وضع كل جماهير النادي الاهلي معاك في الصوره بما تابعته في فندق الاقامه اليوم. يمكن في كالعاده طبعا يا محمد في البدايه بنتمنى كل التوفيق النهارده لنادينا النادي الاهلي وكل اللعيبه، الجهاز الفني يكون موفق النهارده في اختيار التشكيل، لعيبتنا النهارده يكون التوفيق معاهم، التركيز كبير جدا في التدريبات الاخيره واخر تدريب كان اتكلمت معاك عليها محمد، طبعا كان تدريب قوي جدا لفريق النادي الاهلي، الراجل يمكن مستر فاير كان مركز على الكرات الثابته الكورسات العرضيات الضغط على الخصم، حاول ان هو يوصل لهم ان لابد يكون في تركيز كبير جدا في اللحظات الاخيره من المباراه مهما كان الوقت الضايع قليل او الوقت الضايع طويل، لابد ان احنا نكون مركزين جدا، لابد ان احنا لن نتلقى اهداف. يمكن اتكلم معاهم كمان سواء في فندق الاقامه او في تدريب الامس على فريق دجله بالتحديد، يمكن قال الفريق في ترتيب تزايل جدول الدوري العام ما عندوش نقاط غير 3 نقاط من 6 مباريات، الامر ده لابد ان احنا يبقى دافع لينا بشكل كبير جدا ان احنا نستمر في سلسله الانتصارات. في جمهور النادي الاهلي منتظر منا كتير، فريق الراجل محمد محاضراته كانت مثمره جدا مع اللاعبين ويمكن بتحفز بشكل كبير جدا كل لاعبي النادي الاهلي. كالعاده طبعا محمد بنكون متواجدين في فندق الاقامه بنتابع الفريق بننقل الكواليس الخاصه بشكل حصري على شاشه قناه النادي الاهلي للفريق. النهارده كالعاده يكون الفطار الصباحي الساعه 10 صباحا، وجبه الغداء كانت الساعه 2:30 ظهرا، المحاضره الاخيره طبعا في فندق الاقامه انتهت محمد من مستر رينيه فايلر اللي اكيد حط فيها كل اللمسات الاخيره والتشكيل الاخير اللي هيقود به النادي الاهلي هذه المباراه. يعني طبعا خلاص يمكن المباراه محمد بتقرب بشكل كبير جدا، ويمكن يفصلنا ساعتين عن المباراه، يعني عايزين نقول التشكيل المتوقع وفي نفس الوقت نقدر نقول ان مش هيخرج عن التشكيل اللي خاض بيه مستر رينيه فايلر، محمد هاني ناحيه اليمين، رامي ربيعه، ايمن اشرف، محمود وحيد، الشناوي، قفشه، السلية، حسين الشحات، رمضان الصبحي، وليد سليمان، وجونيور اجاييه. يمكن ده اللمسه الاخيره اللي احنا شفناها في التدريب الاخير لمستر رينيه فايلر، لكن ممكن يكون في مستجدات بسيطه في اضيق الحدود، ممكن يكون في اي امور من تحرك من فندق الاقامه للوصول الى استاد السلام، لكن ده يكون الاقرب والجاهز للانطلاق لمباراه اليوم اللي ان شاء الله باذن الله يكون كل اللعيبه موفقه، يستمر النادي الاهلي في الاداء، يحرز عدد من الاهداف، وان شاء الله تكون مباراه طيبه من نصيب النادي الاهلي. محمد انا معاك لو في استفسارات. ملاحظ يا كريم ان في امور لوجستيه الجهاز الاداري بيشتغل عليها، ويبدو فكره اختيار اماكن الاقامه الجهاز الاداري والجهاز الفني حريص على التواجد في مقر اقامات قريبه من ملاعب المباريات، سواء استاد السلام في المباريات الافريقيه او استاد القاهره، ايا كانت الملاعب اللي بتستضيف مباريات الاهلي في الفتره الحاليه. ده ظاهر قدامي بالنسبه لي في مكان اقامه الاهلي بالنسبه لمباراه دجله، وان المسافه تكون قريبه من ملعب السلام. بالتاكيد يا محمد، ويمكن دي النقطه مهمه جدا، يمكن كالعاده النادي الاهلي كان بيكون متواجد في احدى المناطق القريبه من المطار، لكن المره دي طبعا مع اختيار الجهاز الفني وتدخل مستر رينيه فايلر بالتنسيق مع الكابتن سيد عبد الحفيظ متواجدين يا محمد دلوقتي النادي الاهلي في فندق في التجمع الخامس، المسافه قريبه جدا من استاد السلام، يعني عن ان هي بتكون المسافه المحيطه بالمطار ان هي توصل لاستاد السلام دي بتكون يعني فيها زحمه شديده طبعا، بيكون بيكون طبعا مع التامين في سهوله شويه، لكن مع المنطقه السكنيه ومع التمركزات اللي موجوده في هذه المنطقه يمكن بتاخر شويه لعيب النادي الاهلي، لكن مع الفندق الاقامه اللي احنا متواجدين فيه فندق مميز جدا جدا طبعا يليق بيها للنادي الاهلي، وايضا كمان الخطوه ان يكون 25 دقيقه محمد من فندق الاقامه مباشره الى استاد السلام، يمكن الطريق سهل جدا بدون تامين كمان، يعني مع التامين الموضوع هيكون اسهل بشكل كتير، فدي نقطه بتبقى ايجابيه جدا لان اللعيبه على طول بتبقى نازله من فندق الاقامه عندها حافز كبير عايزه توصل الملعب وعايزه على طول تغير وتنزل تستمر في الشحن الكبير جدا اللي بيقوم بيه الجهاز الفني، فنقطه اكيد بنحيي عليها الجهاز الفني بشكل كبير جدا لمستر رينيه فايلر والكابتن سيد عبد الحفيظ.
زميلي العزيز كريم احمد، انا بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. وده كان شيء لافت للنظر اثناء عرض ماتيريال كواليس فريق النادي الاهلي فندق الاقامه، المكان اتغير وده شيء طيب. لازم نركز في التفاصيل الصغيره. على فكره انت لما بتتفرج على الاهلي في الدوري العام او في البطوله الافريقيه كل اهتماماتك في ال 90 دقيقه، بس عشان تشتغل على ال 90 دقيقه مهم جدا تهتم بالتفاصيل الصغيره اللي جزء منها قدامكم على الشاشه. هذه الكواليس، ان ازاي حتى الجهاز الاداري والجهاز الفني بيشتغل على الشغل اللوجستي في فكره اقامه الفريق، مقر إقامة الفريق، مقر الإقامة قريب من الملعب المباراة ولا بعيد، لأن في توقيتات معينة ممكن المباراة تكون في حدود الساعة 5 المغرب أو الساعة 7:30 بعد العشاء، فممكن الطرق تبقى زحمة والوصول للاستاد بيكون صعب، فمحتاج توصل لملعب المباراة قبل إقامة المباراة بحوالي 1:30. فبالتالي فكرة جيدة جدا إنك تدي أريحية والتحرك، والمقر كمان يكون قريب من ملعب المباراة، ده شيء مهم جدا. والجزء التنظيمي ده من أهم وأساسيات شغل الجهاز الفني والإداري في التحضير لأي مباراة، لأن الراحة دي مهمة جدا لأي لاعب وهو داخل على مباراة مهمة جدا. وده حتى بنلاحظه في المباريات الإفريقية لما الأهلي بيسافر خارج مصر عشان يستعد للمنافسات الإفريقية في دوري الأبطال. طيب، بخلاف الكواليس والاستعدادات، وبالتأكيد بعد وصول الفريق للاستاد إن شاء الله يكون في تشكيل الفريق الأساسي جاهز لهذه المباراة. وطبعا فايلر اختار 20 لاعب، ففي 2 لاعبين هيخرجوا من التشكيلة أو القائمة الأساسية. طبعا متبع بنسبة كبيرة هيكون أحدهم حارس مرمى، لأن في 3 حراس موجودين في المعسكر، بنتكلم في محمد الشناوي وشريف إكرامي ومصطفى شوبير، فغالبا هيكون في حارس ثالث خارج القائمة، وأحد اللاعبين أيضا كمان بخلاف مجموعة اللاعبين الآخرين خارج القائمة، و18 11 أساسي و7 احتياطي. وهنشوف القوام الأساسي اللي هيشتغل عليه فايلر في هذه المباراة، وإزاي هيحضر لمباراة دجلة من خلال رؤيته لمباراة دجلة ومجموعة اللاعبين اللي هينفذوا الخطة اللي شايفها إن هي أمثل لمباراة اليوم أمام وادي دجلة. طيب، بخلاف ذلك النهارده كان في مران قوي للغائبين في ملعب التتش، والمران القوي ده للمجموعه اللي مش موجوده في المباريات الرسميه. النهارده عمار حمدي، صلاح محسن، جيرالدو، سعد سمير، حسين السيد، العربي بدر، صالح جمعه، كلهم كانوا موجودين النهارده في التدريب على ملعب التتش تحت اشراف الكابتن سامي قمصان او تحت اشراف الكابتن شعيب، احدى او احد افراد الجهاز الفني في تدريب هؤلاء اللاعبين طالما خارج قائمه المباراه. وطبعا في علي معلول بيواصل تدريباته العلاجيه هو وعلي لطفي في الجيم تحت اشراف الجهاز الطبي. عندي خبر مهم كمان، ويمكن هذا الخبر أعلن منذ قليل من خلال القنوات الشرعية للنادي الأهلي المنابر الإعلامية. لجنة التخطيط لقطاع كرة القدم أصدرت عدة قرارات متعلقة بقطاع الناشئين بالنسبة للمرحلة القادمة، وهي أمور تنظيمية بالنسبة لشغل القطاع في الفترة القادمة، سواء على الصعيد الفني او على الصعيد الاداري. زي ما انتم شايفين في حضراتكم هي في الصوره قدامي، اعضاء لجنه التخطيط برئاسه الكابتن محسن صالح وباشراف الكابتن محمود الخطيب وعضويه الكابتن زكريا ناصف والكابتن خالد بيبو، وشفنا كمان موجودين اعضاء او مسؤولي قطاع الناشئين الكابتن فتحي مبروك، الكابتن هشام حنفي، وايضا كمان الكابتن تامر حفني ودوره في مدرسه الكوره والبراعم خلال الفتره القادمه. اللجنه استعرضت خلال الاجتماع الملف الخاص بتطوير قطاع الناشئين في حضور الكابتن فتحي مبروك، اللي عرض رؤيته حول تطوير القطاع وازاي القطاع يتطور فنيا واداريا بالشكل اللي يحقق الاهداف اللي النادي الاهلي بيخطط ليها مستقبلا. اللجنه اتخذت القرارات التاليه: الكابتن فتحي مبروك يتولى كافه النواحي الفنيه للقطاع للاستفاده من خبراته الكبيره، على ان يتولى الكابتن هشام حنفي مساعد رئيس القطاع جميع النواحي الاداريه. البدء في خطوات تطوير الأجهزة الفنية والإدارية وتثقيف لاعبي فرق قطاع الناشئين عن طريق عقد محاضرات فنية وتحكيمية في تعديلات قانون كرة القدم الجديدة، وده جزء بدأ الشغل فيه بالفعل خلال الأيام القليلة الماضية، وكان موجود الكابتن سمير محمود عثمان حكمنا الدولي السابق وصاحب الخبرات الكبيرة في مجال التحكيم المصري، كان موجود في اجتماع ومحاضرات لقطاع الناشئين خلال الفترة القادمة للاعبين. كمان هيتم الاستعانة بمحاضر نفسي وأخصائي تغذية للإسهام في تطوير الأداء النفسي والبدني للاعبي القطاع، وهذا الملف ملف مهم جدا، الملف النفسي والملف الذهني، وأيضا جزء التغذية ده من الأساسيات في عمل أي أجهزة فنية سواء بالنسبة للفرق الأولى أو فرق الدرجة الأولى أو حتى فرق قطاع الناشئين. كمان في خطة موضوعة لتقييم لاعبي قطاع الناشئين في النادي الأهلي، هذه الخطة تم تفعيلها سواء للقطاع أو البراعم وفقا للاساليب الحديثه على مدار الموسم. الموسم هو شغال دايما هيكون في تقييم للاعبين خلال الموسم، والتقييم مش هيكون مرتبط بالنتائج، في اساليب معينه لجنه التخطيط اعتمدتها لوضعها كمعايير لتقييم اللاعبين على مدار الموسم، وان شاء الله هذه الخطه باذن الله هتكون نتائجها في نهايه الموسم لما بيتم تصعيد عدد من اللاعبين في المراحل السنيه المختلفه او حتى بالنسبه للفريق الاول. كمان لجنه اكتشاف المواهب برئاسه الكابتن محمود صالح
ليها دور في الفترة الحالية ومقدمة تصور بالنسبة لتطوير هذا القطاع أو تطوير هذه الفكرة في اكتشاف المواهب واقتناء العناصر الشابة الواعدة في محافظات جمهورية مصر العربية خلال الفترة الأخيرة. دكتور محمود صالح اعتمد أو كان وضع خطة أو حط مشروع في هذا الموضوع، ولم التخطيط اعتمدت هذا الموضوع لتطوير طرق اكتشاف المواهب في الفترة اللي جاية من خلال الكابتن محمود صالح بصفته طبعا مدير إدارة اكتشاف المواهب في الفترة القادمة. كل هذه الاجتماعات وكل هذه القرارات على مدار الموسم الهدف منها والغاية منها ان انت بتوصل لمرحلة عايز انك تستفيد بقطاع الناشئين استفادة كبيرة جدا، القطاع يكون عامل ايجابي في تغذية الفريق الاول بلاعبين مميزين، وكمان ده هيكون له دور وربط مهم جدا بشغل الفريق الاول، لان الفريق الاول مرتبط شغله بشغل فريق الشباب مواليد 97، ف97 مرتبطه بالدرجه الاولى، فمهم جدا التجانس والتواصل بشكل عام ما بين القطاع مع الدرجه الاولى كمان من خلال لجنه التخطيط اللي بتعمل هذا الربط من خلال كوادر اداريه ورموز بالتاكيد بيديروا هذه الامور خلال الفتره الاخيره. طيب خبر بقى مهم جدا ومحتاج اتكلم فيه مع جمهور النادي الاهلي والاعلام الرياضي في العالم كله، في اوروبا وفي العالم وحتى في الاتحاد الدولي لما بيكون في قضايا الناس بتركز عليها، وفي شمال افريقيا شفنا الكلام ده خلال السنتين الماضيتين ازاي الاعلام بيهتم بمثل هذه القضايا لحقوق وحفظ حقوق الانديه التابعه ليهم، عشان في النهايه انت لما بتشارك في بطوله قاريه بتمثل مصر، بتمثل بلدك، وانك بتلعب في بطوله قاريه لازم تحافظ على كل حقوقك مع الاتحادات القاريه اللي بالتاكيد بتقدرك والناس كلها بتبقى عارفه قيمتك وقدرك في البطولات الافريقيه بصفتك طبعا نادي القرن في افريقيا، ونادي ليك شعبيه مهمه جدا وليك دور كمان في فكره التسويق والبطولات الكبيره اللي بيبقى فيها نسبه مشاهده عاليه في البطولات الافريقيه. الفتره الاخيره طبعا الاعلام بيتكلم في موضوعات انا بعتبرها او حتى الغالبيه في الاعلام دلوقتي في العالم كله بقى يعتبرها هي قضايا سنويه او قضايا توقيتيه، قضايا ليها وقتها وبتخلص، لكن في قضايا بتبقى مهمه جدا وهنا بيبان دور الاعلام القوي في التركيز على هذه وازاي يقدر لما بيركز ويتناول قضيه وبيعتبرها ملف خاص بيه ازاي يقدر يوصل للتارجت والنتيجه اللي هو شايفها صح وفي مصلحته وفي مصلحه النادي اللي هو بيدافع عنه وبيدافع عنه في الحق. بالامس كان في خبر مهم جدا متعلق بخطاب ارسله النادي الاهلي للاتحاد الافريقي ردا على طلب الاتحاد الافريقي للاهلي بعد الخطاب الاول الذي ارسله خلال الفتره القليله الماضيه بشان اخطاء الحكم البتسواني جوشوا بوندو اللي ادار مباراه النجم الساحلي والاهلي في مستهل مباريات دور المجموعات للبطوله الافريقيه. انا عايز اقول ان الاتحاد الافريقي بيستجيب ومتعاون بشكل كبير جدا في ملف تطوير التحكيم خلال الفتره القادمه، والازمه اللي حصلت في مباراه النجم الساحلي والاهلي في البطوله الافريقيه جايه في توقيتها لان هي جايه مع قرار مهم جدا للمكتب التنفيذي اتخذه قبل هذه المباراه بشان تطوير واصلاح منظومه التحكيم في الفتره الجايه. والاخطاء التحكيميه اللي مش بعتبرها اخطاء تقديريه، لا ده اخطاء في تطبيق القانون كان ليها تاثير سلبي ومباشر واثرت على نتيجه المباراه ومنحت النجم الساحلي انتصار غير حقيقي على فريق النادي الاهلي في بدايه البطوله الافريقيه. بغض النظر عن الاداء والنتيجه والفرص والامور الفنيه اللي الكل اتكلم فيها، بس لما بيكون في خطا في تطبيق القانون وبيؤثر في نتيجة المباراة كل الأمور الجانبية بتنحني جانبا طالما في خطأ مؤثر في نتيجة المباراة. الاتحاد الإفريقي اهتم جدا 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 بشكوى النادي الأهلي، واعتبر أن شكوى النادي الأهلي جاية في توقيتها لتحريك المياه الراقدة في قصة التحكيم الإفريقي اللي بيطرأ على الساحة الرياضية الإفريقية خلال السنوات الأخيرة تحديدا. والأخطاء التحكيمية ليست في فكرة خطأ تقديري أو حتى خطأ في تطبيق القانون، بل ذهبنا إلى فكرة اختيارات وتعيينات الحكام على أي أساس وعلى أي معيار بيتم اختيار هذا الحكم لهذه المباراة ولهذا الفريق، وده جزء أساسي لما عناش هذه القضية النهاردة أو بكرة أو حتى لغاية نهاية بطولة إفريقيا. طالما الأخطاء موجودة وطالما ما حصلش تطوير القضية دي قضية رئيسية وهنتبناها خلال الفترة الجاية طالما النادي الاهلي بيدافع عن حقه في هذا الموضوع ووصل لابعد المدى في هذا الموضوع. ليه بتكلم في ده؟ لان الاتحاد الافريقي لما رد على النادي الاهلي وهنا تقدير الكاف لمسؤولي النادي الاهلي في شكواه الرسميه اللي ليها قدر كبير جدا من الايجابيه بالنسبه لتطوير منظومه التحكيم في القاره الافريقيه. طلب من الاهلي ايه هي الاخطاء القانونيه اللي اثرت في المباراه وهي الاخطاء اللي بتعتبر مخالفه لنص القانون ومخالفه لقانون اللعبه اللي اتخذها جوشوا بوندو الحكم البتسواني في هذه المباراة. جوشوا بوندو هو يعني في كلام بيتقال ان هو من الحكام المصنفين او من ضمن الكاتيجوري A
لكنه من افضل 15. انا اللي اعرفه النخبه انت بتتكلم في 5-7 حكام، لكن لما يتقال لك من افضل 15 مفيش حاجه اسمها في القاره من افضل 15 حكم. هو ممكن يكون ترتيبه ال 15، لكن النخبه 5-7 هم اللي بيروحوا كاس العالم، هم المرشحين لكاس العالم. جوشوا بوندو ليس من المصنفين لاداره مباريات نهائيات في البطولات الافريقيه او حتى كاس العالم، لم يترشح لكاس العالم من قبل، حتى بطوله كاس العالم القادمه 2022 هو ليس مرشح فيها اطلاقا، سواء كاس عالم كبار او حتى كاس عالم ناشئين. واكبر انجاز بالنسبه له كان مباريات نهائيات في بطوله العالم او بطوله افريقيا قصدي للناشئين والشباب في فترات سابقه. الاهلي ارسل بالدقائق الاخطاء القانونيه اللي اثرت على نتيجه المباراه، والاخطاء اللي اتخذها الحكم اللي لم تكن ابدا صحيح النص القانوني اللي تم تعديله خلال الفتره السابقه في طرد ايمن اشرف او في ضربات جزاء او في احتساب وقت ضايع او امور كثيره جدا. لكن النادي الاهلي في ارساله للشكوى ركز على جزئيه مهمه جدا. قال هذا الحكم ادار مباراه للنجم الساحلي في سوسه امام الرجاء المغربي عام 2015، واتخذ نفس القرار بعد 15 دقيقة من خطأ للاعب نادي الرجاء لم يكن موجودا نهائيا، بل بالعكس أشهر البطاقة الحمراء للاعب الرجاء وفريق الرجاء المغربي استكمل المباراة حتى نهايتها 10 لاعبين، وهذه النتيجة أو هذا القرار أثر في نتيجة المباراة وفاز فريق النجم الساحلي. إذن أنت بتلقي الضوء وبترمي حجر في المياه الراقدة عشان تنور لمبة حمراء على جزئية مهمة جدا في الفترة الجاية. الحكم اللي جاي حكم مصنف وعلى اعلى مستوى، ده مهم جدا وده الاساس، لكن هذا الحكم وانا على ارضي يجي لي حكم مصنف وانا خارج ارضي يجي لي حكم مصنف، لان في فرق اخرى مصنفه على ملعبها بيجي لها حكام مش مصنفين، وخارج ارضها بتتوفر لها العداله والحياديه وبيجي لها حكام مصنفين. وبطوله افريقيا ودوري الابطال هذا الموسم حصل ده في مباراه او اتنين، فيكتور جوميز بنعتبره من افضل حكام القاره الافريقيه، بتلاقيه لبعض الانديه بيدير لها مباريات خارج ملعبها عشان الحمايه والعداله ازاي يقدر يفرضها على المباراه. نفس الامر لما يكون هذا الفريق على ملعبه محتاجين نفس الحكم ونفس المواصفات فيكتور جوميز اليوم نيانتو، حكام كثيرين، حكم جزائري مصطفى غربال، في حكام متميزين جدا ممكن يكونوا موجودين مع هؤلاء الانديه ايضا لما بيكون بيلعبوا على ملعبهم، لكن ما اشوفش حكم غير مصنف زي جوشوا بوندو بيحكم في تونس، ما اشوفش واحد زي لامبتي موجود في تونس بيحكم مباراة الاهلي في افريقيا وبعد كده هذا الحكم تم ايقافه وشطبه نهائيا بسبب رشوه تم ثبوتها خلال السنوات السابقه. ده جزء مهم جدا، الفكره والقرار او القصه مش في القرار التحكيمي، الفكره كمان في الحكم اللي بيتم تعيينه مهم جدا، وانا على ملعبي يجي لي حكم مصنف ولما اطلع خارج ملعبي يجي لي حكم مصنف ايضا، ده ليا او للمنافسين، وده الاتحاد الافريقي بيفكر فيه في الفتره الجايه. عشان كده بقول لكم شكوى الاهلي حركت المياه الراقده في الاتحاد الافريقي، وهننتظر ده بشكل عملي بقى في المباريات القادمه، ازاي يتم تطبيق ده بشكل جيد في الفتره اللي جايه، وده التواصل اللي ما بين النادي الاهلي والخطاب اللي ارسل من الكابتن محمود الخطيب الى رئيس الكونفدراليه مباشره احمد احمد رئيس الاتحاد الافريقي في الفتره السابقه، وبالتاكيد هننتظر بقى رد الاتحاد الافريقي على هذه الشكوى والاخطاء القانونيه. مش الفكره في ايقاف حكم، الفكره من الاساس مش ايقاف حكم، لا، تطبيق العداله على كل الانديه السواسيه حتى المباراه النهائيه، والوضع في عين الاعتبار الاهتمام بلجنه الحكام بشكل جيد والشخصيات التي تدير العمل في لجنه الحكام في الاتحاد الافريقي بشكل صحيح، واداره تعيينات محترفه تختار حكام من خلال تقارير فنيه على اعلى مستوى، وحكم مصنف يدير مباراه في تونس او خارج تونس، في المغرب او خارج المغرب، في مصر او خارج مصر. دي العداله اللي احنا بننتظرها، وده الموضوع اللي كنت مهتم اتكلم فيه بناء على الخبر الرسمي اللي اعلن بالامس من النادي الاهلي بخصوص استجابه الاهلي لطلبات الكاف بخصوص الشكوى التحكيميه ضد الحكم البتسواني جوشوا بوندو، ودي قضيه مهمه جدا محتاجين نتكلم فيها الفتره الجايه، والاعلام الرياضي يركز على هذه القضايا الرئيسيه. في قضايا سنويه بالتاكيد هنناقشها في مجمل اخبارنا واللي اتكتب على الاهلي في الصحف، وانا بعتبرها او الاعلام خلاص دلوقتي بقت مدرسته بيعتبر هذه القضايا قضايا سنويه ليها فتره انتقالات الصيفيه الشتويه، لكن القضايا الرئيسيه الكبيره اللي بيبان فيها دور الاعلام القوي في التاثير على القرارات وفي التاثير على الموضوعات وازاي ياخد حقه بحرفيه شديده مثل هذه القضايا الكبيره وقضايا التحكيم الافريقي اللي بتناقش خلال السنوات السابقه، ولو عندنا مساحه وقت كنا عرضنا تسجيلات او عرضنا حوارات صحفيه واعلاميه لمسؤولين سابقين او حاليين في انديه او في الاتحاد الافريقي بخصوص هذا الملف، وهتكتشفوا امور للاسف قد تكون سلبيه، لكن كلنا ثقه في الاتحاد الافريقي على اصلاح هذه المنظومه خلال الفتره القادمه وتطبيق بند المكتب التنفيذي اللي تم اعتماد فيه مشروع الاصلاح واعاده الهيكله للجنه الحكام في الاتحاد الافريقي خلال الفتره القادمه. فقرة الصحف وما كتب عن الأهلي في الصحف خلال الساعات القليلة الماضية قبل مباراة دجلة، نشوف أهم هذه العناوين والمنشتات اللي اتكتبت في صحف النهاردة.
البداية من الأخبار. الليلة إعصار الأهلي في مواجهة غزلان دجلة. فايلر جاهز للصدارة وجونياس يستعيد أوراقه الرابحة. وإلى الأخبار المسائي، الأهلي ودجلة مواجهة استعادة الصدارة. الأحمر يعود لأجواء المحلية وفايلر يناور أمام تاكس. المصري اليوم، الأهلي يسعى لاعتلاء قمة الدوري على حساب دجلة الجريح. فايلر يحذر لاعبيه من الاستهتار بالمنافس ومرعي يعيد التوازن الدفاعي لجونياس. وإلى صحيفة الأهرام، ثلاث مباريات ترفع شعار الإثارة والمفاجأة. الأهلي يسعى للسيطرة أمام دجلة، والمقصة يواجه الإسماعيلي، والحدود يترقب إف سي مصر. وإلى صحيفة الجمهورية، الليلة في الدوري العام، الأهلي ودجلة صراع القمة والقاع. وإلى صحيفة الشروق، تحت عنواننا الرئيسي اليوم في الأسبوع السابع للدوري، الأهلي يبحث عن فوزه الخامس على التوالي أمام دجلة، فايلر يحافظ على التشكيلة وطريقة اللعب، وجونياس يبحث عن الانتصار الأول. وإلى صحيفة الدستور، لجنة التخطيط ترفض رحيل صالح جمعة وعودة معلول بعد المباراة. الأهلي يبحث عن استعادة صدارة الدوري أمام دجلة اليوم. ونطالع في جريدة المساء، الأهلي بكل همة وعينه على القمة يواجه وادي دجلة، ولا بديل عن الفوز. وإلى صحيفة الوطن، الأهلي يتحدى دجلة بتوليفة جديدة لاستعادة قمة الدوري. استمرار غياب معلول، فايلر يحذر لاعبيه من الاستهانة بالمنافس. الشيخ وأزارو في الصورة، والمنافس مكتمل العدد بحثا عن الفوز الأول. طلعتوا بالتأكيد معايا ايه اللي كتب عن الأهلي في الصحف والمنشتات والعناوين الرئيسية المهتمة بمباراة الأهلي. ودايما الصحافة بتبقى مهتمة ليلة أي مباراة بالتحضير للمباراة، تقرير عن استعداد الفريقين، الرؤية الفنية لفريق النادي الأهلي، الرؤية الفنية لفريق وادي دجلة، كل فريق بيشتغل ازاي وبيحضر لاعبيه ازاي، الأوراق الرابحة هنا وهنا. لكن طبعا عنواننا جريدة المساء، ودايما جريدة المساء من زمان معودانا دايما كده على العناوين اللي فيها السجع والقافية، والأهلي بكل همة وعينه على القمة. مثل هذه العناوين بالتأكيد بتبقى لذيذة، يعني لما بيبقى خفيف والقراء بيحبوا يقروا العناوين اللي بتبقى بالشكل ده. الأهلي بكل همة بإذن الله قادر إن شاء الله وعينه على القمة والصدارة، ومستمر في القمة خلال الفترة القادمة. طبعا فايلر بيتكلم في الأخبار إن فايلر جاهز للصدارة، وجونياس بيستعد بأوراقه الرابحة. لو ركزنا في أول منشطة وفي أول صحيفة معانا الأخبار، فايلر جاهز للصدارة من خلال بقى التشكيلة والقائمة اللي هتكون جاهزة في هذه المباراة، وإزاي يقدر يحافظ على سلسلة الانتصارات المحلية اللي حصلت في الدوري منذ انطلاق المسابقة. أربع مباريات ب 12 نقطة، نسبة تهديف عالية سواء في الأهداف اللي أحرزت للأهلي أو حتى في قوة خط الدفاع والشباك أو الأهداف اللي منية فيها شباك النادي الأهلي، وأهداف الحمد لله أهداف قليلة جدا، بنتكلم بكثير أو بنسبة هدف أو هدفين منذ بداية المسابقة. طبعا دجلة عنده أوراق رابحة قدر الإمكان بيحاول يستفيد بيها في هذه المباراة. الأخبار المسائية ركزت على فكرة بقى تغيير الأجواء ما بين الأجواء الإفريقية والأجواء المحلية. الأحمر بيعود الأجواء المحلية بعد مباراة الهلال السوداني، وبيستعد بالتأكيد لمباراة دجلة. وشايفة الأخبار المسائية أن فايلر بيناور أمام تاكس اللي هو المدير الفني لدجلة، وإزاي فايلر من خلال القوام الأساسي والرئيس اللي هيبدأ بيه المباراة هيقدر يناور في هذه المباراة فريق دجلة ويحضر لاعبيه بشكل جيد. الأهرام ركزت على تقديم مباريات اليوم، وتعرف القارئ كمان مباريات النهارده والفرق اللي بتلعب النهارده في هذه الجوله السابعه. ثلاث مباريات تحت شعار الإثارة والمفاجآت، المباريات بيرفعوا هذا الشعار، الإثارة والمفاجآت. الأهلي يسعى للصدارة أمام دجلة، المقصة والإسماعيلي مواجهة صعبة جدا وقوية، الحدود بيترقب إف سي مصر، والكسبان في هذه المباراة بالنسبة له مش ثلاث نقاط، ست نقاط عشان الابتعاد عن الهبوط في الفترة القادمة، والمراكز ما زالت قريبة من البداية ولسه طبعا الدوري في بدايته. الجمهورية ركزت في ترتيب الفريقين قبل بداية المباراة، وشافت إن صراع الأهلي ودجلة النهاردة هو صراع بين القمة والقاع. هذا العنوان وهذا المنشط مرتبط بجدول الدوري العام، الأهلي في الصدارة أو الأهلي عنده نسبة نقاط أكبر وأعلى، ودجلة بيعاني منذ البداية وعنده نسبة نقاط أقل، فبالتالي الجمهورية شايفة إن صراع المباراة النهاردة أو العنوان الرئيسي للمباراة هو صراع بين القمة والقاع والفريقين في هذه المباراة على استاد السلام. في نقطة مهمة جدا بس عايز أبرزها بالنسبة للصحافة،
مباراه النهارده هي مباراه وادي دجله، فاتعلمنا في الشغل في المهنه وفي الشغلانه ان دايما الفريق صاحب الملعب بيتم ذكر اسمه في البدايه، فهي مباراه وادي دجله والاهلي. شوفوا احنا في قناه الاهلي بنلتزم دايما بالحياديه ومعايير العمل المهني والاعلامي، بنركز حتى في التفاصيل الصغيره، بما انها مباراه دجله فلازم نبدا كلامنا بمباراه دجله والاهلي. لو مباراه النادي الاهلي هنبدا الكلام بمباراه الاهلي ووادي دجله. نفس الامر في الشروق، الاهلي يبحث عن فوزه الخامس على التوالي امام دجله، وفايلر بيحافظ على التشكيله وطريقه اللعب، وجونياس المدير الفني لدجله بيبحث عن الانتصار الاول. الدستور ذهبت للتحضير المباراه واتكلمت على لجنه التخطيط بترفض رحيل لصالح جمعه، ومن شويه كان معايا خبر للجنه التخطيط، الاجتماع كان مهتم جدا بتطوير قطاع الناشئين وتحديد اختصاصات واعتماد اقتراحات بخصوص القطاع في الفتره الجايه. حتى الصوره لما شفناها قدامنا ما كانش في حد ممثل من الفريق الاول في هذا الاجتماع، لذلك اجتماعات التخطيط خلال الفتره الحاليه ان شاء الله الى ان يعود الكابتن محمود الخطيب الفتره اللي جايه، هدفها كان في الفتره السابقه امور متعلقه بقطاع الناشئين، اما الفريق الاول ده اكيد هيكون محل بحث في الفتره الجايه بعد توالي مباريات الدوري. اتكلمت على مانشيت المسا والسجع والقافيه في اختيار العناوين، الاهلي بكل همه عينه على القمه، والوطن اتكلم على الاهلي يتحدى دجله بتوليفه جديده، والوطن شايف ان الاهلي ممكن النهارده فايلر يعتمد على تغيير عنصر او اتنين في التشكيله الاساسيه نتيجه ضغط المباريات في مباراه النهارده. طيب بشكل عام هو طبعا الصحافه النهارده بما انها مباراه في الدوري العام بتركز على التحضير للمباراه وازاي كل فرقه بتفكر في المباراه الجايه. طيب اخبار الاهلي على المواقع، المواقع اهتمت بايه؟ كتبت ازاي عن مباراه الاهلي؟ ايه الامور اللي كانت بالنسبه لها مهمه جدا في التحضير لهذه المباراه؟ نشوف عناوين المواقع وايه اللي اتكتب على الاهلي خلال الساعات القليله الماضيه. نبدا بموقع كوره، تفوق مرعب للاهلي قبل لقاء وادي دجله. وموقع في الجول، الاهلي يعلن ضم كهربا خلال ساعات وتفاصيل الملف القانوني لتامين موقفه. وموقع بطولات بيتكلم عن تقارير مغربية، صانع ألعاب الوداد يدخل اهتمامات الأهلي في يناير. طبعا موقع كورة اهتم جدا بفكرة الأمور الإحصائية والتاريخية في المواجهات ما بين الفريقين طيلة مبارياتهم في الدوري العام خلال السنوات السابقة والموسم الحالي موسم 2019-2020. وزي ما قلت لكم الامور الاحصائيه دي بتبقى امور مثيره، بتحب تشوف قراءه التاريخ او قراءه الارقام ممكن توصلك لاي مرحله او بتخليك بتساعدك انك تحط عنوان رئيسي للمباراه. لما تلاقي فرقتين لعبوا مع بعض مثلا 10 مواجهات وفريق بينتصر في 9 وبيتعادل المباراه، فبتقول عنوان رئيسي الاحمر اكتساح امام دجله في مشوارهم في الدوري العام. الارقام دايما بتديك صوره معبره عن الواقع وتاريخ مواجهات الفريقين. كوره اتكلمت على ان في تفوق مرعب للنادي الاهلي قبل لقاء وادي دجله، والاهلي او الفريق الاحمر بيبحث عن مواصله تفوقه التاريخي على دجله في تاريخ مواجهات الناديين في الدوري المحلي بعد ما تقابلوا 14 مره. الاهلي انتصر في 10 مباريات ودجله فاز في مباراه وحيده، والتعادل كان السمه الرئيسيه في 3 مباريات. انتصار دجله على الاهلي هو بيحمل بصمه الفرنسي باتريس كارتيرون عندما كان مديرا فنيا لوادي دجله وقتها، وحاليا كارتيرون هو المدير الفني لنادي الزمالك وسابق ليه اداره الفريق الاول للنادي الاهلي خلال العام قبل الماضي. اذا الفوز الوحيد لدجله على الاهلي كان تحت قياده الفرنسي باتريس كارتيرون. دجله تغلب على الاهلي كان في الدور الثاني لموسم 2015-2016 بهدف دون رد، وهذا الفوز اجل حسم النادي الاهلي لمسابقه الدوري بعد كده عندما كان بيقود النادي الاهلي المدير الفني الهولندي مارتن يول. لكن انتصارات الاهلي بقى انت بتتكلم في انتصارات متتاليه، يعني 7 مباريات بين الاهلي ودجله انتهت بفوز الاهلي 1-0 مقابل 3 مباريات الاهلي فاز فيها على دجله 2-1. التعادل السلبي كان مرتين مقابل التعادل الايجابي كان 1-1 في مباراه واحده. الاهلي فاز على دجله 3-1 مره واحده، وده كان انتصار كبير واكبر انتصار للاهلي على وادي دجله في السنوات السابقه منذ ان صعد دجله خلال الفترات الماضيه. طيب موقع في الجول وموقع بطولات ابتعد عن فكرة التحضير للمباراة والأرقام التاريخية واهتم بالأمور السنوية وهي فكرة التعاقدات والانتقالات والصفقات في الفترة الجاية. موقع في الجول دخل في تفاصيل ان كهربا وقع للأهلي وخد أمور مالية كام والتعاقد مدته قد إيه، وكمان اتكلموا في أمور قانونية وإدارية بالنسبة للمرحلة اللي جاية،
وانا مش هضيف كلام عن الكلام اللي قلته امبارح واول امبارح، وكل ما يكون عندنا خبر بهذا الشكل او بهذا المعنى، وامبارح عملنا مقارنه ما بين الصحف والمواقع في تناول هذا الموضوع تحديدا، وتحديدا في جزئيه الارقام، ان اللاعب هيحصل على كذا مقابل كذا، والرقم المالي هيبقى كذا وكذا، ودايما او شفت امبارح وانا بنعمل المقارنات ما بين الصحف لقيته في تضارب شديد جدا وكبير جدا ما بين الارقام. انت كمان مش بتلاقي فرق رقم صغير، لا انت بتلاقي فرق ارقام شاسعه وارقام كبيره. فبالتالي هاكد على نفس المعنى اللي قلته امبارح، طالما النادي الاهلي لم يعلن خبر بشكل رسمي او معلومه رسميه، كل هذه الامور عباره عن اجتهادات، ومع الوقت الناس هتعرف هذه الاجتهادات اذا كانت صحيحه ام غير صحيحه. لكن فكره التطرق الى امور ماليه كمان، ده يعني بيخلينا نستنى ونشوف الخطوات اللي جايه، لان اكيد النادي الاهلي بيبحث كل ملفاته في سريه شديده جدا جدا جدا، وعارف خطواته في الفتره الجايه ايه احتياجاته وايه المتطلبات اللي بيحتاجها الجهاز الفني في انتقالات يناير، اذا احتاج انه يستبدل او اذا احتاج انه يعمل اضافات في المرحله اللي جايه. خبر بطولات هو بيأكد نفس المعاني اللي احنا قلناها امبارح. امبارح كان سوبر كوره بيتكلم عن مهاجم افريقي بيلعب في الدوريات الاوروبيه، محط انتظار وانظار المدير الفني رينيه فايلر لضمه للنادي الاهلي خلال الفتره اللي جايه. طيب موقع بطولات اتكلم عن لاعب مغربي ممكن يكون موجود في صفوف النادي الاهلي الفتره الجايه. وفي نقطه ممكن تكون غايبه عن الجميع، يعني النادي الاهلي في ملف اللاعبين الاجانب عنده العدد الرسمي المسموح في اللائحه من كل اللاعبين الاجانب، فعشان يجيب لعيب اجنبي لازم يستبدل لعيب اجنبي. طب هل فايلر اختار مين اللاعب الاجنبي اللي ممكن يستبدله؟ ما حصلش. طب هل عندك مؤشرات لده؟ برضه ما حصلش. ليه ما عندكش مؤشرات؟ لان كلهم بيلعبوا. يعني جيرالدو كان موجود في مباراه الهلال السوداني وبياخد مساحات وقت كبيره. وليد ازارو ما كانش موجود المباراه السابقه لكن نزل في وقت حساس جدا في مباراه النجم الساحلي، فبالتالي هو في افكار وفي تفكير رينيه فايلر في المباريات الفتره اللي جايه والفتره السابقه، والنهارده موجود في قائمه مباراه وادي دجله. علي معلول تشكيله اساسيه، وانا بعتبره والناس كلها والجمهور الاهلي بيعتبره افضل لعيب افريقي او افضل لعيب في القاره الافريقيه في فترات سابقه، وظهير ايسر عصري موجود في القاره الافريقيه وسعداء بوجوده في النادي الاهلي. جونيور اجاييه مفاجاه مباراه الزمالك والكل اتكلم عليه، ازاي اجاييه جه من مسافه بعيده جدا وكل وقتها كان بيتكلم عن رحيل اجاييه، لكن كان عنصر اساسي وبدا مباراه الزمالك ولعب بشكل ممتاز. طب فانت بتتكلم على مين؟ بنتكلم عن كل الاجانب. اليو ديانج صفقه جديده لسه منضمه من شهرين ثلاثه في انتقالات الصيف، الناس سعيده بيه وقالت عليه ركيزه اساسيه في وسط الملعب، ولما بيلعب كلنا بنشيد بيه، ولما بيغيب بنقول ساعتها ليه بعيد كل هذه المسافه ومحتاجين نتفرج عليه الفتره الجايه. فبالتالي الخمسه محط انظار واهتمام الجهاز الفني. طب انت بناء على ايه رشحت عنصر من الخمسه ممكن يكون بره الفتره الجايه؟ هي عباره عن اجتهادات زي ما قلت لكم. وجونيور اجاييه لما لعب مباراه الزمالك ضرب كل هذه الاجتهادات بعرض الحائط لما كان الكلام على اجاييه في انتقالات الصيف انه ابرز الراحلين عن الاهلي خلال الفتره اللي جايه. وزي ما قلت لكم الكوره دايما فيها متغيرات كثيره، والكوره ومباريات الاهلي اللي بيلعبها في الدوري وافريقيا ممكن تحصل فيها مواقف تغير افكارك او استراتيجيتك في الفتره الجايه، سواء في استخدام لاعب او رحيل لاعب او التعاقد مع لاعب. فبالتالي لا نسبق الاحداث وننتظر ونتمهل الى ان ياتي هذا القرار او الى ان ياتي الاعلان الرسمي من النادي الاهلي، وهذا الملف ما زال مفتوحا حتى 31 يناير في نهايه فتره الانتقالات الشتويه في شهر يناير القادم. دي اخبار النادي الاهلي في الصحف والمواقع خلال الفتره الحاليه. طيب سريعا كده اخبار الاهلي، او بمعنى اصح اهم الاخبار المحليه والعالميه، وفي عنوان او اتنين هركز عليهم قبل ما اختم حلقتنا من برنامج كلام في الميديا. ابدا باليوم السابع، شوقي غريب يحذر معاونيه من الحديث عن الثلاثي الكبار في طوكيو 2020. البوابه سبورت، ازمه الاستبدال تواجه الجبليه، والحكمات يطالبن بالمساواه بالرجال في اداره مباريات الدوري. سوبر كوره، تنسيق بين اتحاد الكوره والجهات الامنيه لزياده اعداد الجماهير. بوابه فيتو، اتحاد الكره يستعين بخبراء قانون لتعديل لائحه الجبليه. والى موقع الكابتن، استياء داخل عموميه الجبليه بسبب خداع الجنايني. والى موقع الفجر الرياضي، رسميا حماده صدقي مديرا فنيا لنادي الهلال السوداني. والى بوابه الاهرام، صحفي بريطاني يطالب بمنح محمد صلاح جائزه نوبل في الفيزياء. والى بوابه الشروق، يورجن كلوب
صلاح سجل أصعب هدف في مسيرته. وإلى بوابة الأهرام الليلة 8 مواجهات مهمة في ختام الجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا. وإلى موقع مبتدأ انطلاق النسخة 16 من كأس العالم للأندية اليوم. وموقع كورة والقرار المفاجئ بإقالة أنشيلوتي من نابولي. موقع كورة بيقول إن إيكاردي وراء الخلاف بين أنشيلوتي ونابولي. أهلا بحضراتكم من جديد، والأخبار المحلية والعالمية فيها تفاصيل مهمة جدا وعايزة حلقات، خاصة فيما يتعلق باتحاد الكرة ولجنة الجبلية والجمعية العمومية ولائحة النظام الأساسي والفترة الجاية في مشوار الجبلية واتحاد الكرة بالنسبة لخارطة الطريق اللي وضعها الاتحاد الدولي في الفترة السابقة. لكن اليوم السابع اهتم بعنوان مهم جدا ونشر موضوع للكابتن شوقي غريب بنعتبره كلنا في التوقيت ده مهم جدا، لأن البعض ابتدى يذهب لترشيحات سواء في لاعبين أو حراس مرمى للتواجد ضمن اللاعبين المنتخب الأولمبي في تصفيات طوكيو الفترة الجاية. الكلام ده مهم جدا في الفترة الحالية، لسه قدامنا مساحة وقت حوالي 8 شهور قبل أولمبياد طوكيو 23/7. كابتن شوقي غريب بيحذر معاونيه من الحديث عن الثلاثي الكبار اللي ممكن يكونوا موجودين في صفوف المنتخب الأولمبي في طوكيو 2020، وده جزئية مهمة جدا وشيء مهم، لأن الفترة اللي جاية في مباريات محدش عارف من النهارده لشهر 6 بعد نهايه الموسم لا قدر الله مين اللعيبه اللي انت بتفكر فيها تكون موجوده، لا قدر الله ممكن يكون مصاب عنده ظروف، ممكن يكون النادي بتاعه محتاجه في الاستعداد للموسم الجديد. في متغيرات كثيره جدا حتى في المنتخب الاولمبي نفسه، اللعيبه اللي كانت موجوده في التصفيات وفازت بالبطوله بعد نهايه الموسم ان شاء الله يكونوا كلهم جاهزين، بس برضو الحاله الفنيه للبعض ممكن بعد نهايه الموسم هتكون ايه. فكل الامور دي سبق لاوانها، والكابتن شوقي يعني حسن انه فعل ان اتكلم مع المساعدين ومش هقول حذرهم بس اتفق معاهم على فكره عدم الحديث عن الثلاثي اللي ممكن يستعين بهم المنتخب في طوكيو 2020. البوابه سبورت اتكلمت في جزئيه طبعا كلنا بنتكلم فيها بقالنا فتره، وهي ازمه الاستبدال اللي بتواجه الجبليه. وانا بهتم جدا بالجزئيات الصغيره لما بيطلع مصدر او بيطلع مسؤول بيتكلم بشكل مباشر وبيقول عندنا لائحه هتطبق على الكل، هنا هو بيجزم ان اللائحه مش هتتغير. لكن لما يقول مثلا المسؤول بنحاول نطبق اللائحه، هنا تعرف ان في كلام في 50-50، في بعض اللي بيحاول ان هو يغير. لكن في النهاية النادي الأهلي ملتزم بالنظام، والنادي الأهلي سعيد بالنظام اللي موجود رغم أن هذا النظام كان سبب له مشاكل فنية ومالية في بداية الموسم، أنه استغنى عن عدد من اللعيبة وعمل موائمات في فكرة رحيل وتعاقد مع لاعبين في هذا الموسم. لكن بالتالي بيبقى سعيد جدا لما بيبدأ بموسم وملتزم به وبيتنفذ عليه وعلى الكل حتى نهايته. ده بالنسبة لأزمة الاستبدال. الحكمات بيطلبن المساواة بالرجال، حقهم بصراحة، محتاجين نشوف حكمات الفترة الجاية في الدوري زي ما شفنا في الكاس، وخطوة طيبة بصراحة تحسب للجنة الحكام برئاسة جمال الغندور في موضوع الحكمات اللي موجودين في المباريات، لأن دايما بنشوف في أوروبا الموضوع ده من فترة طويلة جدا. وبطولة إفريقيا تحت 23 سنة كان في حكمة مغربية كانت موجودة في البطولة مع حكمة أثيوبية أيضا في البطولة الإفريقية. الفجر الرياضي بيتكلم على إن بنسبة كبيرة الكابتن حمادة صدقي مديرا فنيا للهلال السوداني بعد إقالة الجهاز الفني إثر الخسارة من الأهلي في البطولة الإفريقية دوري الأبطال المباراة السابقة بهدفين مقابل هدف. تعيين الكابتن حمادة شيء يسعدنا بالتأكيد، كابتن حمادة مدرب متميز وابن النادي الأهلي، وأكيد هيكون له دور كبير جدا مع الهلال السوداني. وحسن إن جاء هذا التعيين بعد مباراة الأهلي، لأن خلاص آخر جولة ما بيننا وبين الهلال هتكون في الجولة الأخيرة والجولة السادسة، وإن شاء الله هيكون اتحسم ساعتها من الأطراف اللي تأهلت، وإن شاء الله النادي الأهلي يكون على صدارة المجموعة. طبعا كأس العالم للأندية النهاردة الانطلاق البطولة الافتتاحية، وكأس العالم للأندية طبعا حدث سعيد بالنسبة لنا، وإن شاء الله خلال الفترة الجاية هنكون بإذن الله موجودين في هذه المباراة. جزئية أخيرة في 30 ثانية، هدف محمد صلاح بالأمس هدف متميز وهدف عالمي، وهذا الهدف صحفي بريطاني بيطالب بمنح محمد صلاح جائزة نوبل في الفيزياء، لأنه قدر يحسب أمور هندسية في فكرة تسديد الكورة من خرم إبرة في هذه المسافة البعيدة ويوجهها بهذا الشكل إلى المرمى. هدف متميز لنجم كبير محمد صلاح، بنسعد دايما بهذه الأهداف، ومحمد صلاح بهذا الهدف بالأمس قدر يوصل ل 200 هدف في مشواره القروي ومع ليفربول الإنجليزي، عمل نسبة كبيرة من الأهداف. حاجة أخيرة، قرعة تصفيات أفريقيا لكأس العالم، الاتحاد الدولي حدد 21 يناير لمراسم القرعة قبل انطلاق التصفيات في شهر مارس، ويبقوا 40 منتخب مقسمين إلى 10 مجموعات، كل مجموعة فيها 4 منتخبات، ومنتخب مصر هيكون على رأس مجموعة. إلى هنا بتنتهي حلقة كلام في الميديا،
ان شاء الله دعواتكم وكل التوفيق يا رب للنادي الاهلي في مباراه وادي دجله. ان شاء الله 3 نقاط غايه في الاهميه، ومواصله الانتصارات المحليه هتدي ثقه ودعم وتركيز للمشوار الافريقي، وبالتاكيد كمان ثقه لجمهورنا بالنسبه للمرحله القادمه. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه والمشاهده، والتقي بكم على خير باذن الله في حلقات اخرى قادمه من برنامجكم كلام في الميديا.